السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى نصور مع بعض أول حاجة كتاب الأضواء في الدراسات أولى إعدادي المنهج الجديد 2025، وكمان كتاب البيت باي بيت برضو أولى إعدادي 2025، ونشوف الكتب نازلة عاملة إزاي. نبدأ بكتاب الأضواء في الدراسات. أولا الكتاب ما اتعملش صغير زي كتب الإعدادي، اتعمل A4 كبير زي كتب الابتدائي. طبعا في RQ أول حاجة يا خرابي ده يا جماعة المنهج. طب انا مش هشوف بصراحة ربنا لان كتير 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 الخريطة المنهج. ايه احنا خلينا ندخل على طول عشان انا اتخضيت. خلاص اول حاجة قارة افريقيا والموقع والكشوف الجغرافية، ده اول درس لان انا معرفش بصراحة ربنا اقرأ الفهرس دي. الموقع الجغرافي طبعا الكتاب ملون جدا، الكشوف الجغرافية يليوي شكلهم ياخدوا الخريطة كلها. وادي تمارين الكتاب اهي بالدرس الاولاني، واختبر نفسك. ومظاهر سطح قارة افريقيا، هياخدوا بقى الهضاب وهضاب الحبشة افريقيا. انا بعشق الحاجات دي يا جماعة لان هي يعني انا بعشق الحاجات دي جدا 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 يعني. اهو نهر النيل والحضارات القديمة في افريقيا، وادي منهج الدراسات. طبعا انا فعلا مش عارفة اقرأ الفهرس خالص، نحاول كده نقرأ الفهرس. الله يسامحهم يخض فين. اول حاجة قارة افريقيا والموقع والكشوف الجغرافية، وتاني درس مظاهر سطح قارة افريقيا، التالت نهر النيل والحضارات القديمة، وبعدين هيدخل على عصر الدولة القديمة وعصر بناة الاهرامات، عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة، وبعدين هيدخل لي بقى على جزء الجغرافيا اللي هو نظام الغابات في افريقيا والغابات المدارية والمطيرة، وكمان نظم الحشائش المعتدلة والصحاري والنظم البيئية في افريقيا. وبعدين في الوحدة الرابعة علاقة مصر بافريقيا في العصور الوسطى، وبعدين مقسمينها 5 حصص بس. وكمان الاسبوعين الثالث والرابع من ديسمبر هياخدهم انتشار الاسلام في افريقيا ودور مصر الحضاري في افريقيا. وادي كتاب الاضواء اهو. طبعا انا بحب الاضواء في الدراسات جدا جدا، وكمان بيجيب قطع امتحانات، وكمان مدعم بالاجابات النموذجية. الكتاب عامل 125 جنيه. تعالوا نشوف كتاب البيت باي بيت في الانجليزي اهو. ده تقسيمة منهج البيت باي بيت اهوت، كيف تخمن معنى كلمة لا تعرف معناها. هنا بيخمن لهم الكلمات، مديني جرامر حلو. الكتاب معهوش اي ملاحق خالص، ولا الاضواء ولا البيت باي بيت، معهمش ملاحق خالص. ده جايب لي اليونت الاولاني والتاني، مراجع لي على كل الفوكابلري اهي، ومراجع لي كمان على الجرامر، ومديني تمارين. القطع هيت مش مترجمة، ولكن جايب لي الكلمات في الجنب بأرقام كده. وادي التمارين، البيت باي بيت حلو اهو، ممكن يكون جنب كتاب تاني يعني. تمام كده. ده كتاب البيت باي بيت، مراجع لي برضو على الفوكابلري بتاع الدرسين على طول، وبعدين جايب لي الجرامر بتاع الدرسين، وجايب لي القراءات اهي او القطع، ومترجم لي هنا في الجنب. والبيت باي بيت عامل شغل حلو جدا. ده كتاب البيت باي بيت، وجايب لي ريفيجن كمان، جايب لي باراجراف ايميل، وادي الكتاب لنهايته. في ناس كتير جدا بتشتغل من البيت باي بيت، وكمان جايب لي قطع ليسننج في النهايه. كتاب البيت باي بيت عامل 120 جنيه، وادي كتب اولى اعدادي.